وحرصا منها على ضبط الحدود، قامت القوات العراقية بنشر 4 أفواج مشاة معززة بالدروع والمروحيات على الحدود المشتركة مع سوريا والأردن لمنع تسلل الإرهابيين وتهريب السلاح عبرها. كما اعتقلت 33 إرهابيا بينهم 3 متزعمين لجماعات القاعدة و6 من متزعمي ما يسمى دولة العراق الإسلامية. في إطار مواصلتها إحكام السيطرة على الحدود مع سوريا والأردن، نشرت وزارة الدفاع العراقية 4 أفواج من قطعات مشاتها معززة بالدروع والمروحيات لقطع دابر تسلل الإرهابيين وتهريب الأسلحة. وكشف مصدر في الوزارة عن ورود معلومات استخبارية تفيد بمحاولة العصابات الإرهابية في سوريا التسلل إلى العراق هربا من الضربات القاصمة التي يوجهها لها الجيش العربي السوري. وفي سياق متصل، تمكنت القوات الأمنية من اعتقال 33 إرهابيا بينهم 3 من متزعمي جماعات القاعدة و6 من قيادات ما يسمى بدولة العراق الإسلامية في سلسلة عمليات مداهمة استباقية شملت مناطق اللعفر والمقدادية وأبي صيدة وسامراء والفلوجة والخضراء وغرناطة ودبس في محافظة مينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار وكركوك. بعد أن خسر المسلحون في سوريا في منطقة القصير وانسحابهم، لابد من تسرب الجماعات الإرهابية إلى العراق، فكان على الجيش العراقي أن يقوم بعمليات استباقية. وما هذه العملية إلا هي ضربة استباقية لمنع تدفق القاعدة والنصرة إلى العراق، لأن هذا يشكل خطر كبير على الأمن في العراق. خطة وضعتها الحكومة، وضعها قيادة الجيش العراقي بالتصدي لهذه العصابات وملاحقتها، وقد تم إلقاء القبض على العديد من هذه العصابات وقتل الكثيرين منهم في هذه الفترة. أنا أعتبر هذه الخطوة هي خطوة صحيحة من قبل الجيش العراقي في محاربة الإرهاب والإرهابيين في هذه المناطق الغربية. وبينما ضبطت القوات الأمنية معملا لتفخيخ السيارات في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، تمكنت قيادة عمليات دجلة من ضبط مخبأ ضم 257 قطعة سلاح مختلفة الأنواع في قضاء المقدادية. نادية العبيدي، التلفزيون العربي السوري، بغداد.